هذا الفيديو الذي تابعناه انتشر في الأردن قبل أسابيع مع بداية تنفيذ حظر التجول لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. في وقتها كانت الإجراءات صارمة وشديدة ولا مجال لأي خروقات أبداً، التي طبعاً الإجراءات التي كانت تصدر من الحكومة الأردنية، إلا هناك حالات استثناء للحالات الطارئة التي كان يتوجب عليها الاتصال بمركز الطوارئ لتلقي الخدمة المناسبة. طبعاً وسط كل تلك الإجراءات هناك سيدة كبيرة في السن لم تكن مدركة لما يجري حولها من تعليمات وإجراءات، كان عليها الخروج لقضاء غرض معين لها، وبعد خروجها من المنزل صادفها أحد رجال الشرطة. ماذا فعل هذا الرجل؟ قام بمساعدتها وإعطائها معطفه، وقام بتوصيلها بسيارة الأمن إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه. بعد فترة انتشر اسم هذا الشرطي، واسمه بالمناسبة أسامة الفقهاء. طبعا تم تكريمه أكثر من مرة، لكن يوم أمس كان تكريما من نوع مختلف، حيث تلقى أسامة الفقهاء مكالمة هاتفية بشكل مفاجئ. هذه المكالمة كانت من الملك الأردني عبد الله الثاني. طبعا أحد زملاء أسامة كان معه في السيارة، لم يفوت فرصة اتصال الملك مع زميله، وقام بتوثيق تلك المكالمة بهاتفه، حتى لاقى هذا الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس. نتابع. وانت بخير سيدي، الله يسلمك سيدي، الله يسعدك سيدي، الله يبارك فيك سيدي. والله هذا الاشي اللي عودتونا عليه وعلمتونا اياه، والله الله يعطيك الصحه يا رب ويبارك بعمرك. والله كلنا بألف نعمه، ما دامك موجود احنا بألف نعمه سيدي، الحمد لله، الله يعطيك الصحه ولا يهمك سيدي، الله يسعدك، الله أكرم، الله يكرمك وطول عمرك ويعطيك الصحة يا سيدي، الشكر لله، الله يسعدك، شكرا سيدي، شكرا لك، هلا سيدي هلا. طبعا تفاعل كبير أحدثه هذا الفيديو في الأردن تحديدا يوم أمس. دعونا نستعرض أبرز التفاعلات التي جاءت تعليقا على هذا الفيديو. البداية كانت من محمد بني هاني. محمد بني هاني يقول في تعليقه: هذا الفيديو دليل على أن التكريم قد يكون بكلمة شكر وعرفان فقط. أما أحمد الحوراني يقول: فرحة هذا الضابط وخفقان قلبه أكاد أسمعه من خلال الفيديو، تصرف صغير يحدث الفرق. أيضا كتبت ليلى تغريدة تقول فيها تعليقا على هذا الفيديو: تكريم كهذا سيرسخ قيمة المساعدة والتسامح، وسيتسابق الناس لفعله بلا شك.